قلوبنا تعبت من هاي الوضعية، الوضعية اللي يعيشها الناس بالعراق. المواطن آخر من تفكر به الدولة، هاي إذا فكرت به ما حد بحال الفقراء بالعراق أبداً، ولا المحتاجين ولا المرضى. راح نشوف فيديو يوجع القلب من الزبير في البصرة. هل راح تكون هناك استجابة من حيدر العبادي لو وزير العمل، لو من أي إنسان خير وشريف يشوف حالتهم؟ معاق، وأخته أيضاً معاقة ومريضة عقلياً، ذبوهم بالشارع لأن أبو الخراب اللي كانوا قاعدين بيها يريدها. وين راحت الإنسانية؟ وين راحت الرحمة؟ خلينا نشوف هذا الفيديو. وينكم؟ شنو هاي؟ شنو هاي الحالة هاي؟ عمي معاق، الله وكيلكم محمد كفيلكم، لقوه مذبوب بالشارع، لقوه مذبوب بالشارع. عمي هذا مختار المنطقة اللي هسه هو اللي لقاهم بالشارع، سولف لنا عمي، أبو أحمد. لقيناهم يم السكة مال القطار وحاطين كراتين وقاعدين، وجبناهم هنا قعدناهم ببيت، وأبو البيت يريد بيته، ولا معيل ولا أبو ولا عم ولا خال ولا أي واحد يعينهم ولا أي واحد هذا، وناشدنا المحافظ، وناشدنا الجادلات، وناشدنا منظمات العمل الاجتماعي، كلها ناشدناها. كلها ماكو اي واحد اجاهم ولا واحد وصلهم، يعني ما حد وصل لهم هسه. ها، واثنينهم معاقين، اثنينهم معاقين كلش، اثنين معاقين. وهذا الرجال يعني مختار منطقه، وتعرفون يعني لا راتب 10 ملايين ولا 20 مليون ولا قاعد ياخذ مناقصات، رجال يالله يعني كد على روحه، ياهو قاعد يدفع لهم ايجار هاي الخرابه. هاي الخرابه يا قاعد يدفع ايجارها. انا ورجل حسين وبعلي متكونين ثلاثه اثنين ندفع ايجارهم، قلنا لهم ايجاركم علينا، وهسه يردون يشيلونهم، يردون البيت منهم، صار لهم يومين يبلغونهم نريد نفرغ البيت نريد نبيعه. يا انسانيه يا شعب العراق يا امه محمد، دخيل الله دخيل الله والكعبه. عمي شوفوا هاي الحال، عمي والله العظيم والله تبكي والله تبكي. شوف معاق وقتها يعني انسانه مو صاحي، يعني مو بعقلها ومعاقه وخرسه. انا اغسل لها، انا اوكلها، انت توكلها وانت تشربها وانت كل شيء، مو باعوا لها. عمي والله مو باعيها، والله العظيم مو صاحي. وهذا الرجال قاعد شوفت عنكم، شوفت عنكم والله بعد ما عندي قلب، والله العظيم متت، والله العظيم متت. ارجو من كل شريف يشارك هذا المنشور مشاركة عامة، أريد الكل عراقي شريف يشوف هذا المنشور يسوي له مشاركة، أريد اليوم العراق كله يشوفه. ذمة برقبتكم، ذمة برقبتكم، ذمة برقبتكم يا عراقيين كلكم، ذمة برقبتكم. هاي الحالة الإنسانية عندكم. نعم لما قرأنا مجد وجوهم جماعة، ها أخوان طبعا هاي الحالة اجتهم عصابة، والعصابة اللي تاخذهم على مود الجد بيهم. دولة منو اللي جايينك قبل حوالي كم يوم؟ يقول علي اكو ناس جايينك على مود ياخذونكم يجدون بيكم. منك اجوا له بمسدس، اجوا له وقالوا له امشي نجدي بيك نسوي بيك، وهو اجى بلغني وقلت له ياهو يوصل لك انقص رجلي. لا حول ولا قوة الا بالله. هاي الحالات اللي تشوفوها بالعراق بسبب الحرامية والفاسدين اللي استولوا على العراق، والان دا يحكموا وذابحين نفسهم على المناصب.